عندنا في المستشفى أدخلنا مريضة اسمها سلمى، أدخلناها إلى المستشفى. سلمى تشتكي من سرطان المبيض، تشتكي من الألم الشديد، البين عندها الآن 10/10. كيف نعالج سلمى؟ الصحيح أنه طالما الألم عندها 10/10 هي يجب أن نبدأها على مورفين. المورفين ستاندرد دوز عند مريض السرطان نبدأ بإنفيوجن 1 ميلي جرام بير أور، ونعطيها إكسترا دوز 1 ميلي جرام إفري 10 مينتس بير إن، لأنه السي ماكس في مورفين آي في هي 10 مينتس، ونستمر على هذا الأساس. بعد 24 ساعة بنحاول نقيم الحالة عند المريضة وبنشوف التوتال دوز اللي أخذتها. إذا فرضنا هي ماشية على 1 ميلي جرام بير أور، يعني ما أخذت 24 ميلي جرام خلال 24 ساعة، وأخذت كمان البي آر إن دوز 20 مرة، صار المجموع 44 ميلي جرام، يعني كأنه 48 ميلي جرام قريب منه. بهذه الحالة الجرعة الجديدة بنوزعها على 24 ساعة فبتصير 2 ميلي جرام بير أور. واللي عنده لزوم دائما اللي عنده لزوم نفس الجرعة اللي بتأخذ انفيوجن. فإذا المريض الآن تأخذ 2 ميلي جرام بير أور، بتأخذ عنده لزوم كمان 2 ميلي جرام every 10 minutes PRN. بعد يومين ثلاثة استقرت حالة سلمى والآن بإمكانها تروح البيت. إيش بنسوي؟ نحسب التوتال دوز الآي في اللي هي الآن تأخذها ونحولها إلى أورال. فإذا فرضنا أن المريض الآن بتأخذ 3 ميلي جرام بير أور، 3 في 24 بيصيروا 72 ميلي جرام. نضرب 72 ميلي جرام بثلاثة، لأن كل واحد ميلي جرام آي في بيعادل 3 ميلي جرام أورال. الآن ضربناها بثلاثة صارت حوالي 210 ميلي جرام. ما في مانع بهذه الحالة نعطيها 100 ميلي جرام أورالي 1/2 أو 60 ميلي جرام 1/3. الآن مريضة حولناها لأورال مورفين سستيند ريليز، لنفترض أنه 100 ميلي جرام 1/2 لأنها تعادل الجرعة المناسبة للآي في. طيب روحناها على البيت، إيش تأخذ الآن عند اللزوم؟ تأخذ من 10-15% في حالة الأورال، 10-15% من التوتال دوز. فإذا الآن هي تأخذ 100 ميلي جرام باي 2، إذا الآن تأخذ 200 ميلي جرام، فكل ساعة مرة عند اللزوم بإمكانها أن تأخذ 20 أو 30 ميلي جرام immediate release مورفين كل ساعة مرة عند اللزوم.